فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي هو مشلول شلل رباعي والفاقد لذاكرته وله عدة سنوات على هذه الحال، يقول: هل يعد مثل الميت فتوزع أمواله على الورثة؟ لا، ما دام على قيد الحياة ولو ما عنده فكر فإن أمواله له ولا توزع، ما يوزع لما يموت، إذا مات خرجت روحه توزع تركته. نعم.